يقول: جاء بمصر محرما وهو ينوي العمرة، لكنه مرض مرضا شديدا ولم يؤدي مناسك العمرة، وتحلل من الإحرام بمكة، ثم تحسنت صحته ويريد أن يعتمر وهو في مكة. ما الحكم في تحلله من الإحرام بسبب المرض دون العمرة؟ وهل يحرم من التنعيم ويؤدي العمرة؟ يعيد عليه ملابس الإحرام، يعيد عليه ملابس الإحرام، هو محرم ما زال محرما، فيعيد ملابس الإحرام ويؤدي العمرة ما دام أنه عافاه الله واستطاع.